أعلنت العاصمة الإسبانية مدريد التزامها بتنفيذ أمر وطني يقيد التنقل داخل المدن الإسبانية الكبيرة عقب ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، لكن عمدة مدينة مدريد أعلن اعتزام اللجوء للقضاء لرفض قرار الحكومة الإسبانية الذي تعتبره تعسفيا. بعد أن التقطت أنفاسها لشهور فقط، تعود إسبانيا لتسجل أعدادا قياسية من حالات كورونا، وضع دفع الحكومة المركزية لإعادة فرض قيود مشددة على عدد من المناطق، حيث أمرت وزارة الصحة الإسبانية بمنع التجمعات والتنقل داخل وخارج عدد من المدن، قرار لم توافق عليه أقاليم عدة في البلاد، إذ تطلع كل جهة في إسبانيا بالمسؤولية عن القطاع الصحي فيها، وبالتالي لا تملك الحكومة المركزية السلطة لفرض تدابيرها. مدريد التي باتت بؤرة لانتشار الفيروس في البلاد ترفض قرار الحكومة المركزية الخاصة بتدابير العزل الجزئي للعاصمة، إذ لوح عمدة مدريد باللجوء إلى القضاء لإلغاء قرار الحكومة، واختارت السلطات المدريدية عدم إغلاق المدينة والمناطق المحيطة بها، بيد أنها أعلنت نيتها توسيع القيود المفروض على الحركة لتشمل 8 مناطق، وهو ما من شأنه التأثير على نحو 1 مليون شخص، خاصة أن هذه المناطق تعد الأشد فقراً. رأيي الشخصي أنهم بحاجة للتوصل إلى اتفاق لما فيه خير الوطن ولحماية كبار السن وهم الأكثر ضعفاً. ويدور الخلاف بين الحكومة المركزية الإسبانية وسلطات مدريد منذ أسابيع، في الوقت الذي اتسع فيه نطاق تفشي الفيروس في العاصمة الإسبانية إلى أعلى مستوى. ويقول عمدة مدريد إن التحالف اليساري الوطني الإسباني يستهدف العاصمة لأسباب سياسية ويتجاهل جهودها لاحتواء تفشي الفيروس، فيما يرى كثيرون أن ارتفاع عدد الحالات في البلاد يعود أساساً إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في موسم الصيف. معنا من مدريد الصحفي عدنان الأيوبي. مساء الخير سيد عدنان الأيوبي، ضعنا أولاً في صورة هذا الصراع الدائر بين حماية المواطنين الإسبان من فيروس كورونا وتفشيه، وبين هذه الرغبة في دوران عجلة الاقتصاد في بعض المدن. يعني بداية يجب أن نشير إلى أن العاصمة الإسبانية مدريد تعتبر إحدى البؤر الرئيسية بانتشار هذا الفيروس، وهي أكثر بؤرة لانتشار الفيروس في أوروبا الغربية في الوقت الراهن، ومهددة خلال الأسابيع القادمة بأن ينتشر أكثر بكثير ويهدد حياة آلاف من المواطنين في إسبانيا. فيما يتعلق بالخلافات بين الحكومة المركزية ورئيس بلدية مدريد أو رئيسة حكومة إقليم مدريد، هي خلافات أعتقد بأنها تعود لأن اليمين واليمين المتطرف هنا والذي يحكم هو العاصمة مدريد والإقليم مدريد يختلف تماما مع الحكومة الاشتراكية واليسارية في إسبانيا، لأن الحكومة الإسبانية تعود لقراراتها لأسباب تقنية وصحية وللمصلحة العامة، بينما اليمين واليمين المتطرف هنا يعود لأسباب قانونية، ولكنها معركة، حتى أن المعركة قانونيا ستكون خاسرة، وهذا للأسف يعكس نفسه على حياة وصحة مواطني مدريد وضواحيها. بالنسبة للإجراءات المتخذة، ما مدى التزام الإسبانيين بها؟ يعني تتحدث عن أنها من أكبر البؤر الأوروبية، ما الذي ربما شجع إلى الوصول إلى هذه النقطة من التردي بعد السيطرة نوعا ما على الفيروس قبل أشهر؟ يعني تم السيطرة قبل أشهر، ولكن الإسبان مع مرور الأسابيع والأشهر الأخيرة كان هناك حالة من الاستهتار في الإجراءات، ولكن أيضا ما يلفت النظر أن الفيروس ينتشر كثيرا في المناطق الفقيرة والمناطق العمالية في العاصمة وضواحيها، يعني مثلا لا ينتشر في المناطق الغنية هنا والتي أيضا لها تأثير كبير في بين قوى اليمين المتطرف هنا في إسبانيا. لهذا يعني القضية معقدة جدا، ولكن للأسف لا يوجد هناك وفاق بين الحكومة
الحكومة المركزية من جهة وحكومة إقليم الذاتي من مدريد لمدريد من جهة أخرى وبلدية مدريد من جهة ثالثة. هل هناك أخبار عن اللقاح الذي يفترض أن يعني تشتريه إسبانيا؟ هل يعني وصلت الاتفاقيات الإسبانية مع بعض الشركات إلى مرحلة متقدمة؟ فعلا إسبانيا ضمن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى شراء ملايين من اللقاحات في الأشهر القادمة، ولكن حتى الآن لا يوجد هذا اللقاح الفعلي والعلاج الفعلي. لهذا الحكومة المركزية ووزير الصحة، وهو رجل ذكي ومسؤول ومتواضع جدا السيد إيا، يؤكد بأن لا يوجد لدى الحكومة المركزية حتى الآن ولا في أي دولة من الدول أي علاج مثمر وكفؤ 100% لعلاج هذا الفيروس، وأيضا لا يوجد لقاح. فالاحتمال الكبير أن نتأخر 6 أشهر أو سنة أو سنتين حسب ما يقوله المختصون بهذا الشأن. مدى تضرر الاقتصاد من ذلك، خصوصا المرافق السياحية المشهورة بها إسبانيا؟ فعلا معك حق، يعني السياحة تشكل 12% من الناتج المحلي الإسباني، تضررت بشكل كبير يزيد عن 90% خاصة السواحل ومدريد وغير وبرشلونة وشواطئ المتوسط إلى آخره. ولكن أيضا الأرقام تشير إلى تراجع اقتصادي، تراجع الاقتصاد الإسباني بنسبة تصل إلى حوالي 18%، وهذه كارثة كبيرة لأي دولة في العالم إلى 6 أشهر فقط لا بعيد. شكرا جزيلا لك عدنان الأيوبي الصحفي من العاصمة الإسبانية مدريد.